قلت ألعل هذا هو المسيح؟ دعني أقول لك إنه فعلا المسيح. ليباركك الرب أيها الصديق العزيز حتى تعرف هذا الشخص وتتقابل معه. والآن بنعمة الرب دعونا معا نصغي إلى هذه الترنيمة. لما عدوي حاربني تعبني ويشككني ويحاول انه يزعجني فيك احتاني. لما عدوي حاربني تعبني ويشككني ويحاول انه يزعجني فيك احتاني. يا برجي العالي يا ملجئي الغالي يا صخرة أمالي فيك أحتمي. يا برجي العالي يا ملجئي الغالي يا صخرة أمالي فيك أحتمي. لما خطية تهاجمني وذنوبي بتجرحني ويجيل العدو يدني فيك أحتمي. لما خطية تهاجمني وذنوبي بتجرحني ويجيل العدو يدني فيك أحتمي. يا برجي العالي يا ملجئي الغالي يا صخرة أمالي فيك أحتمي. يا برجي العالي يا ملجئي الغالي يا صخرة أمالي فيك أحتمي. البحر تهيج والمية تملى سفنتي والموت يبقى قريب وأكيد فيك أحتمي. لما رياح البحر تهيج والمية تملى سفنتي والموت يبقى قريب وأكيد فيك أحتمي. يا برجي العالي يا ملجئي الغالي يا صخرة أمالي فيك أحتمي. يا برجي العالي يا ملجئي الغالي يا صخرة أمالي فيك أحتمي. سعيد أن أستكمل معكم هذه الحلقة في الحديث عن المرأة السامرية كما جاءت قصتها في إنجيل يوحنا والإصحاح الرابع.
قالت المرأة ليسوع المسيح: أعطني هذا الماء. وأعتقد هذا موقف كل البشر تجاه الله، إنهم دائما يسألونه، يسألونه الرحمة، يسألونه الغفران، يسألونه: أعطني يا رب، إنني محتاج. والرب قد وعد وقال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إنه الوحيد الذي لا يجهل أو يتجاهل طلباتنا، بل على الدوام مهما طلبنا لابد أن يعطينا. نعم، طلبت منه هذا الأمر، لكن وضع الرب هنا هذه الإمكانيات أمامها مقابل العقبات التي وضعها عدو الخير في حياتها، التي وضعها الشيطان في حياتها، التي يعرقل بها الشيطان طريق خلاصنا أو العالم طريق اتباعنا للمسيح. العقبة الأولى كانت العرقية أو جنسيتنا. كيف تطلب مني ماء لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ واليهود لا يعاملون السامريين. أنت يهودي تتبع يهوى، تتبع الله، هذا الإله الذي في أورشليم، ونحن نتبع الإله الذي في جبل عيبال وجرزيم. إن إلهنا يختلف عن إلهكم، إن ديانتنا لها مبادئها ولديانتكم مبادئها أخرى. ولذلك هذه كانت مشكلة وما زالت في عصر الحاضر قائمة. واجه أمير الشعراء شوقي هذه المشكلة فقال: أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتولة فعلم الإنجيل. ونراه يعاتب أهل الحروب الذين يحشرون أنفسهم في الدين والتدين والدين برؤا منهم، فقال: عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام، ما كنت سفاك الدم ولا امرئ هان الضعاف عليه والأيتام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كسرت عليه باسمك الألام. وبعد ذلك يشجب التفرقة والتعصب ويحث على الوحدة والسلام، فقال هذين الباتين العظيمين: الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك لوحد الأقوام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما.